إن الرزق اليوم جلل، وإن الخطب لجسيم، وإن الفقد مؤلم في وفاة هذه القامة التاريخية، الذي يلتحق بالرفيق الأعلى ليشهد بروحه لقاء كل من سبقوه من الشهداء والمجاهدين المنعمين في جنات الرضوان، وبقلب يعتصره الألم ونفس راضية بقضاء الله وقدره، نودع هذا الرمز القائد الوطني الصرف إلى مثواه الأخير، ونبتهل إلى المولى جل جلاله أن يكرم وفادته إليه. اللهم يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم وسع له في قبره مد البصر، وأره مقعده في جنات عدن يا رب العالمين. أخي الناس تعرفوا خير مني التاريخ، يعني الناس تعرفوا خير مني، دار الخير ودار الخير ودار الخير، وعمره كنت البلاد ناديلو عمره ولا ديما هو الأول في العالم. وبارك الله فيكم. والسي حسن فيه الإخلاص والوفاء، وكان انسان ثوري، كان مثقف دكتور، ما كانش يحوس على المسؤوليات، وانما كان كلمة الوطني ناديلو يستجيب، ودار الأدر تاع بدون مقابل، حياته كان كرسها بدون مقابل وكرسها لذاكرة التاريخ. ما نقدرش نعبروا عليه كآب كإنسان، قدم ما قدم ما عليه، قهر فرنسا في الوارث نيس في الناحية الأولى، المنطقة الثالثة الولاية الرابعة، هو ورفقاء سربا سي بونعامة سي محمد بوقرة سي صالح زعموم، هذو كاع كان معاهم.